امبارح كان أداء متواضع جدا لمنتخب مصر الأولمبي، اتعادل مع منتخب الدومينيكان بنتيجة 0-0. ده كان في افتتاح مبارياته بأولمبياد باريس 2024. تفاصيل أكتر عن مباراة منتخبنا امبارح وفرص منتخبنا الوطني الأولمبي في الصعود من مجموعته، معنا على التليفون نبيل أمير نبيل الناقد الرياضي. أهلا بيك وصباح الخير. صباح الفل استاذ مينا، تحياتي ليك ولكل المشاهدين الكرام. صباح صباح الخير. ازاي شفت تعادل المنتخب امبارح، وهل كان مخيب للامال، بخاصه ان يعني منتخب الدومينيكان كنا مفترض ان احنا داخلين كده بقلب جامد ان هو هنكسبه على الاقل 3-0؟ لا بالتاكيد، يعني ما فيش وصف تاني للتعادل غير انه مخيب للامال، قياسا بحاجات كتير، قياسا بفرق الخبرات، قياسا بفرق الامكانيات ما بين منتخب مصر ومنتخب الدومينيكان، ولا كل الاحترام، ولكن بنتكلم عن منافس هو ال 150 على العالم في تصنيف الفيفا، مشاركاته الدوليه والاولمبيه نادره جدا، فبالتالي كان متوقع ان المنتخب المصري ان هو يحقق نتيجه افضل من كده وحتى اداء افضل من كده. يعني انا كنت ممكن التمس العذر للمنتخب المصري في غياب الفوز لو اذا كان هناك يعني سوء توفيق او عدم يعني الحظ ما كانش الى جانب المنتخب المصري وعمل اللي عليه، ولكن للاسف الاداء حتى ما كانش على خط التطلعات، خاصه ان المجموعه اللي بيلعب فيها منتخب مصري يعني ترتيب مبارياته هو من الاسهل للاصعب، عشان كده كان متوقع ان منتخب مصر يحقق فوز في البدايه، ولكن للاسف تستمر لعن عمرها 72 عام في مباراه افتتاحيه للمنتخب المصري دايما في الاولمبياد ما بيحققش فيها الانتصار. نتمنى ان هو يقدر يعوضه ولكن باداء افضل كمان عشان يبقى حتى على قدر الاقناع ان هو يقدر يحقق نتيجه ايجابيه امام المنافسين الاخرين اوزبكستان ومنتخب الصين. الدومينيكان كان بيتمتع باداء ضعيف، او مكان الدفاع كمان كان ضعيف بالنسبه له، ازاي المنتخب الاولمبي ما قدرش يستغل ده، خصوصا ان هو كان يمكن ما فيش تركيز في الملعب، يعني كنا ملاحظين ان كانوا بيحاولوا يعملوا هجمات لكن غير منظمه بشكل كبير، فعلشان كده ما كانوش بيقدروا يوصلوا للهدف. صحيح، يعني حتى شفنا الفرص اللي اتيحت للمنتخب المصري لم تستغل بغرابه شديده، رغم ان تكرار الهدايا اللي كان بيقدمها دفاع الدومينيكان، لكن الحقيقه لم تستغل بالشكل الامثل، كان في حاله عشوائيه شويه في اداء المنتخب المصري، يعني تحس ان في كل لاعب عايز يقدم حاجه، لكن للاسف جماعيه الاداء كانت مفتقده، ما فيش جمل بتنفذ بالشكل الجيد، حلول روجيريو موكالي المدير الفني البرازيلي ما كانتش ظاهره بشكل كبير في علاج الحاله، حاله التوهان خلينا نقول اللي كانت في الملعب، يعني رغم حتى التبديلات التبديل كان موجود في اخر يمكن 10 دقائق في المباراه، يعني ما لحقش الموقف بصوره كبيره من بدايته. بالظبط، يعني هو حتى شايف ان في حاله عدم انضباط تكتيكي في الملعب ومفيش تاثير واضح لاداء المنتخب المصري على مرمى الدومينيكان، رغم ان المنافس حتى في استحواذه للكره كان سلبي بشكل كبير جدا، ما بيقدرش ان هو يروح، صحيح ان حمزه علاء تصدى لبعض المحاولات، ولكن هي في النهايه يعني لم تكن بالخطوره الكافيه، ولم يكن المنتخب المصري ان هو يعني يدخل في اجواء المباراه او يسمح للمنافس بالدخول في اجواء المباراه لولا هذه الحاله العشوائيه اللي كانت في الاداء. كنت اتوقع ايضا دور اكبر لخبرات اللاعبين او الثنائي محمد النني واحمد مصطفى زيزو ان هم ينقلوا خبراتهم دي للمنتخب، ولكن يعني نعمل فيما هو قادم ان الامور تتحسن، ولكن هناك العديد من الامور او مهام كبيره امام ميكالي عشان يصحح الصوره في وقت قليل جدا قبل مباراه اوزبكستان. نتمنى ونتفائل ان الامور تكون افضل فيما هو قادم. طيب، اخطاء ميكالي بالامس كانت في التشكيله ولا كان عدم ادراكه للموقف بشكل اسرع في التغيير في الخطه او في التشكيله؟ يعني او بصينا للتشكيل مش هنقول ان كان في خيارات كتير يعني لم يستفد منها، يعني هو بطبيعه الحال حط العناصر اللي تبدو ان هي الافضل بالنسبه له، ولكن الشكل في الملعب ما كانش فيه جمله بتنفذ، يعني حتى في الاضطرابات ما بتكملش، يعني تحس اللعبه مش بتكمل بشكل منتظم. بالظبط، يعني ما كانش فيه هويه للمنتخب مصر في ارضيه الملعب، دي حاجه حتى بين الشوطين ما شفناهاش اتغيرت، ما شفناش ان في تدخل للمدير الفني عشان يحسن الشكل ده او السلبيه دي الواضحه في اداء المنتخب في الشوط الثاني. كان في حاله من البطء كمان في الاداء في بدايه الهجمات في صناعه الفرص على مرمى المنافس، كل دي كانت امور مفتقده. الغريب ان ما كانش ده اداء المنتخب المصري الاولمبي في سواء في التجارب الوديه او في
الاستحقاقات السابقه في طول الفتره اللي فاتت. عشان كده يعني هي حاله من الصدمه شويه ان احنا نشوف الاداء بهذا الاسلوب. مش عايزين نبالغ في الانتقاد، ولكن ده مش انتقاد، ده يعني احنا بنقول ان احنا كنا بنامل في شكل افضل من كده من المنتخب المصري، وكان حتى هو صاحب خبرات في الدورات الاولمبيه ويعرف كيف يهيئ لاعبيه لخوض مثل هذه البطولات او الدورات الكبرى. عشان كده يعني طموحاتنا كانت عاليه شويه ان احنا نقدر نحقق فوز، وتزداد حاله الحرارة عندنا بالنظر للمنافس ما كانش بالقوه الكبيره. بنشوف منتخبات عربيه اخرى حققت نتائج مذهله الحقيقه. منتخب المغرب يفوز على الارجنتين، منتخب العراق يفوز على اوكرانيا. نامل ان منتخبنا يتدارك الوضع ان شاء الله ويحقق ان شاء الله نتيجه افضل امام المستقبل. احنا بنقول الاداء كان متواضع، لكن اكيد كان في نجوم للمباراه، يعني مين اللعيبه اللي انت شفت ادائهم كان نجم امبارح في المباراه؟ والله مش ناس كتير بتقول النني، يعني بتقول النني ادى اداء قوي، لكن غير النني ممكن يكون مين؟ او يمكن عشان محاولته كانت الاقرب وكان عنده ايجابيه شويه على المرمى، يمكن الفرصه اللي سددها في الشوط الاول اصطدمت بالقائم، تحركاته كانت افضل من غيره كتير في الملعب. لكن بخلاف ذلك يعني لو كن يعني لو كان عمر فايت كان سجل في اكثر من محاوله ربما. التسديدات يعني ما كانتش قويه امير، يعني حتى التسديده وهما بيعملوها كانت ممكن تبقى تلاقي ان هو خلاص جون او هدف هيكون موجود والتسديده بتكون ضعيفه، ايه السبب؟ في حاله عدم تركيز من اللعيبه، يعني ربما خوف زياده من ضربه البدايه بالنسبه للمنتخب، ربما عدم اعتماد نفسي بشكل الكافي، ربما تاثر بالاجواء، ربما يعني امور يعني ليست فنيه فقط، لكن على المستوى الفني يعني نظريا التشكيل ده او العناصر دي مميزه بالنسبه للمنتخب الاولمبي، ولكن عمليا على ارض الملعب ما شفناش اي انعكاس لده. كان في حاله من يعني عدم التركيز واضحه جدا على اداء كثير من اللعيبه، خاصه ان احنا عارفين ان امكانياتهم وقدراتهم اكبر من كده. صحيح بالظبط. انت شايف ايه المطلوب من اللعيبه خلال الماتشين اللي جايين؟ لان احنا عندنا مباراتين، يمكن هو اكيد بنتمنى ان الافضل لمنتخب الاولمبي فيها، لكن هم الاصعب اوزبكستان واسبانيا. يعني اسبانيا يعني فازت بصعوبه يمكن بالامس على اوزبكستان، ده دليل على ان الفرقتين قويين جدا. ايه المطلوب بقى من اللعيبه في المباراتين الجايين؟ بالظبط، يعني هو بالتاكيد يمكن زي ما اتكلمنا ان التدرج الصعوبه بالنسبه ل مباريات المنتخب في المجموعه خلال اولمبياد باريس، المطلوب بالتاكيد يعني عدم الوقوع في نفس الاخطاء اللي وقع فيها المنتخب امام دومينيكان، التحضير بشكل سيء، عدم ختام الهجمات او نهايه الهجمات بالشكل الامثل، ضياع الفرص السهله اللي بنندم عليها دايما في الدورات الاولمبيه، يعني من اولمبياد لندن 2012 ويعني بنتذكر فرص كتير كانت لم تستغل بالشكل الامثل، طبعا في طوكيو ايضا في الاستاذ اللي فات، ولكن بالتاكيد يعني مطلوب اداء افضل لان المنافسين هيبقوا اقوى. منتخب اوزبكستان يعني لا يجب الاستهانه به، عنده لعيبه مميزين، عنده لعيبه يمكن حتى اللي فوق السن محترف في روما الايطالي، في لاعب في ريزا سبور التركي، لعيبه عندها خبرات تقدر تنقل خبراتها لزملائها. اتعب او ارهق منتخب اسبانيا بشكل كبير، ويعني المباراه كانت قريبه حتى في النتيجه، عشان كده بالتاكيد نتمنى ان احنا نشوف اداء افضل على المستوى الجماعي من اللعيبه وعلى المستوى الفردي، وكل واحد حتى في المواقف الفرديه اللي بيتحط فيها يكون قراره افضل من كده داخل الملعب. بالتاكيد كل دي امور يجب ان ميكالي يشتغل عليها اكيد. ما انا عايز اطلب منك اعرف منك بقى المطلوب من ميكالي، يعني ميكالي معروف عنه ان هو مدرب ليه بصمه في الملعب بشكل كبير، مخطط جيد يعني بيتمتع بذكاء كبير جدا، ايه المطلوب منه علشان يتدارك الاخطاء اللي قام بيها في مباراه مصر مع الدومينيكا؟ بالتاكيد يعني هو خلاص صفحه وغلقت. بتقول ايه يا امير؟ بالتاكيد مباراه الدومينيكان صفحه وغلقت، المفروض ان هو خلاص ابتدى بالفعل ان هو يحضر لعيبته ذهنيا في الاساس للمباراه القادمه، وتجاوز صدمه البدايه، وان انت تبتدي تشتغل بشكل ايجابي واستغلال الفرص بالشكل الامثل، لان بالتاكيد حتى لو يعني ما وصلتش للمرمى كتير، يعني انا مش هيهمني ان انت توصل كتير وبتضيع، ولكن لو قدرت ان انت توصل في احدى الفرص وتستغل المحاولات دي
بالشكل الامثل اكيد التقدم كان هيدي ثقه افضل للمنتخب. يعني انا طبعا بتخيل سيناريو مختلف لو كان منتخب مصر قدر ان هو يسجل هدف مبكر من الفرص اللي اتيحت له امام منتخب الدومينيكان، اعتقد السيناريو كان ممكن يبقى مختلف. عشان كده قدام اوزبكستان يجب ان يسعى المنتخب ان هو يتقدم مبكرا، عشان اكيد كل ما الوقت كان هيمر ومنتخب لم يغير النتيجه او يتقدم على الاقل، اعتقد ان الضغط النفسي بيزداد على اللعيبه. وعارفين طبعا انت يعني الخبرات في السن ده ما بتبقاش كبيره ويقدروا يتعاملوا مع المواقف اللي زي دي، رغم وجود طبعا اثنين من عناصر خبرات، ولكن بالتاكيد بشكل عام الاجواء ربما تكون يعني جديده على كثير من اللعيبه. عشان كده نامل ان احنا نتدارك كل الاخطاء دي في مباراه اوزبكستان، واحنا هنفضل بنشجع ابطال بلدنا وهنشجعهم بكل قوه، لكن بيتمنى منهم ان هم يكونوا الافضل لان اللي جاي هو الاصعب بشكل كبير. انا بشكرك شكرا جزيلا امير نبيل الناقد الرياضي.